أشاد فضيلة الشيخ عدنان بن عبد الله القطان خطيب جامع مركز أحمد الفاتح الإسلامي بالحملات الرمضانية التي تطلقها المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية لجمع التبرعات خلال الشهر الفضيل، وأكد فضيلته خلال خطبتي وصلاة الجمعة على دور المؤسسة في تعزيز الشراكة المجتمعية ودعم الأسر المتعففة تجسيدا لقيم البذل والعطاء. فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة. وبناء على ما تقدم، فإن المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية بارك الله في جهودها والقائمين عليها تقوم في هذه الأيام وفي هذا الشهر الفضيل بحملة لجمع التبرعات والمساعدات، وذلك لدعم عدة مشاريع تخدم الأيتام والأرامل والأسر المتعففة في المجتمع البحريني للتخفيف من الأعباء المعيشية التي تسببت بها جائحة كورونا، وتعزيز الشراكة المجتمعية من خلال منح الشركات والمؤسسات والأفراد فرصة المشاركة في العطاء وبذل الخير. لذا فإننا نهيب بالأغنياء والقادرين على البذل والعطاء والإنفاق في سبيل الله إلى مد يد العون الحانية للمحتاجين ودعم هذه المشاريع الخيرية. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه.